وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علا. ودكتور صباح، مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، كيف تابعت كلمة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في إفادتها أمام مجلس الأمن قبل قليل؟ وهل كانت هذه الإفادة باعتقادكم على مستوى الحدث في العراق؟ حقيقة ما قامت به في تقريرها ومن خلال تواجدها بالعراق تأكد على ثلاثة نقاط أساسية جوهرية تتمثل. أولا، تريد أن تقول للعالم ولمجلس الأمن أن لا حرية في التعبير في العراق بوجود هكذا نظام، دون الإشارة إليه، ولكن أكدت على أحقية الشعب العراقي في التعبير. إذن هناك إدانة لسلطة تعتقد أنها شرعية، تعتقد، أي بمعنى أن التقرير أشارت إليه أن لا شرعية للحكومة في استخدامها للقوة المفرطة في عمليات القتل وكذلك أيضا عمليات الاعتقال وعمليات التنكيل والخطب بالعراقيين. وقالت الثانية أنه منذ 2003 ولغاية اليوم لم تتمكن الحكومات الأربعة العراقية على مدى أربع دورات انتخابية أن ترسخ مبدأ الديمقراطية في عملية اختيار الحكومة أو من يمثل الشعب العراقي. إذن هناك قوانين فاشلة وليست في مصلحة العراق والشعب العراقي في بناء دولة مؤسسات، هكذا أشارت من خلال ما قرأته في تقريرها. وأشارت أيضا أن المستقبل يوجب على القوى السياسية العراقية أن تضع قوانين خاصة بعملية الانتخاب بما يحقق تمثيل الشعب العراقي، أي بمعنى أن كل القوانين الانتخابات للأربع دورات الماضية شابها شكل من أشكال التزوير والتفصيل على مقاسات الأحزاب والكتل الفاسدة. إذن هناك في اعتقادي تأكيد أن لا شرعية لهذه الحكومة التي ما زال لغاية الآن تستخدم القوة والعنف. على ذكر القوة، على ذكر القوة والعنف، أيضا دكتور، الممثلة الأممية قالت إن الحكومة في بغداد استخدمت العنف المفرط تجاه المتظاهرين مما أدى إلى تفاقم الأوضاع كما أشارت. إلى أي مدى ترى أن هذا التوصيف دقيق، يشابه فعلا ما تعيشه أو يعيشه الثوار في ثورة تشرين؟ هذا التوصيف لن نقل 100%، لأن هناك بعض الممارسات التي لم تتمكن الوصول إليها كعمليات الاختطاف أو اللقاء بمعتقلين من الشباب الموجودين، ولكن من خلال رؤياها في الشارع العراقي واستماعها لبعض أعضاء الشباب المتظاهر والمحتج على السلطة في استخدامها للقوة، وضحت هذا الجانب أن لا شرعية لهذه الحكومة. إذن من المستقبل تعطي للعالم صورة قاتمة أن العراق يجب أن يتغير، وإلا هو متجه إلى حرب أهلية. وأكدت أيضا على انتشار السلاح بشكل غير مباشر، بأن هناك قوى خارج الدولة خارج القانون تستخدم عمليات الاعتقال وعمليات القتل والاستهداف للمتظاهرين أيضا. يا دكتور صباح، هي أيضا في إفادتها ذكرت الإجراءات التي قامت بها الحكومة في ظل الرفض الكامل للأحزاب ولما قامت به الحكومة من إجراءات من قبل ثوار ثورة تشرين. السؤال الآن، لماذا لا تنحاز المنظمة الدولية لهؤلاء الثوار في مطالبهم المشروعة طالما أنها مشروعة؟ هناك تأييد لا شك في ذلك، وظهر التأييد من خلال أولا تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية ترامب مندوبة أمريكا في داخل مجلس الأمن، ولكن هذا التأييد يجب أن يكون مقرونا بإجراءات اقتصادية سياسية أمنية، وضع عقوبات على الحكومة،
هذا ما زال لغاية الآن في اعتقادي الأيام القادمة والأسابيع القادمة إذا ما اشتدت حالة العنف ضد المتظاهرين بهذه الصورة القاتمة من المحتمل أن يقع العراق تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مجلس الأمن واتخاذ عقوبات أو إجراءات ثانية قد يكون يتم إعادته إلى البند السابع وهذا يؤهل التدخل العسكري من المحتمل ثانية في العراق. نعم دكتور كما لاحظت فإن الممثلة الأممية جنين بلاسخارت أيضا ألقت باللوم على الجهات الخارجية التي تتدخل في شؤون العراق، لماذا لم تسمي الممثلة الأممية الأشياء بأسمائها لا سيما وأن قاسم سليماني موجود في العراق؟ هنا حقيقة المنظمة الدولية تحاول أن تكون في درجة عالية جدا من الحياد، ولكن هذا موقف لا إنساني في اعتقادي للدول خصوصا دول العالم الثالث ودول التي فيها العنف الأهلي واضح والصراع من أجل السلطة والثروة واضحة، لأن هناك أجندات أيضا دولية لا ننسى وقد تتأثر، ولكن هذه الإشارة هي تشير إلى تدخل إيران حقيقة في الشأن العراقي وبشكل قوي جدا، هذا أيضا قد يحفز دول أخرى وتعطي هذه الصورة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك إمكانيات عالية في التأثير في الواقع السياسي والأمني والاقتصادي بالعراق. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.